أبجدية النهر. البيت صندوق خشبي، نخلته جمجمة تصافح المرآة، تتزين بالبياض وتنطق بالتناوب، غير أن شراعها الأخير يكتفي بريشة أسنانه ومصافحتي. البيت صندوق خشبي، نخلته جمجمة تصافح المرآة، تتزين بالبياض وتنطق بالتناوب، غير أن شراعها الأخير يكتفي بريشة أسنانه ومصافحتي. خلف المرآة أنا، خلف المرآة أنا راكبا بوصلتي، سألت يدي عن اتجاه أصابعي، عن جدي وساعاته تلك التي تكسرت في غابة الأرز. خلف المرآة أنا راكبا بوصلتي، سألت يدي عن اتجاه أصابعي، عن جدي وساعاته تلك التي تكسرت في غابة الأرز قرب خنبابة. سألتها عن ثوبي، عن فزعي، عن طفلي الحالم ذلك المسلوب عنوة من خاصرتي. سألتها عن انفجار السواد في عين عشتار، وهي تغادر العانة بكأس دسها أبو نواس في جيبه المثقوب، وعن لغتي كيف فقدت أبجدية النهر، وعن لغتي كيف فقدت أبجدية النهر. وعن لغتي وعن لغتي كيف فقدت أبجدية النهر، وعن الموج وهو ينزف القتلى، ينزفها وكأن النعش يشرب الماء من عروق الماء، وعن الموج وهو ينزف القتلى، ينزفها وكأن النعش يشرب الماء من عروق الماء، وكأنني مؤمن بالخرافة، فالريح صفراء بأقدامها، صفراء بجمجمتها التي تصافح تلك المرآة بصندوقها الخشبي، وكأنني أنا البيت.